هذا الإكزامبل شو بحكي؟ كنا the roof is supported by cables as shown in the photo. If the cables exert forces FAB 100 newton and FAC 120 newton on the wall, hook at A determine the resultant force acting at A, express the resultant as a Cartesian vector. شو المطلوب هون عنا في هاي الرسمة؟ في عنا هوك خطاف موجود عند النقطة A وهذا الخطاف مثبت فيه حبلين two cables two cords نسميهم حبلين واحد AB واحد AC. لاحظ في عندي معناته بما انه في عندنا حبلين مثبتين بالهوك معناته النقطة A لو اجينا النقطة A هي بتتأثر بقوتين قوة الشد الموجودة في الحبل AB اسمها FAB والماجنتيود لإلها هو 100 نيوتن وفي عندنا قوة الشد الموجودة في الحبل AC هي FAC وتساوي 120 نيوتن. لاحظ هاي الصورة إذا ناخذها بإشي موجود من الواقع فهي هي هاي الصورة زي هيك في عندنا أي ممكن هوك خطاف مسمار اللي بدك اياه مثبت بالحائط مثبت بالحيط ومثبت تو كيبلز فبالتالي رح يتأثر بقوتين شد قوة شد من الكيبل الأول وقوة شد من الكيبل الثاني. فزي ما حكينا هذا الشكل هو يعني خلينا نحكي شكل آخر من أشكال الأسئلة اللي ممكن تيجي في الـ 3D coordinate system. لاحظ الأشكال اللي حكيناهم إنه ممكن يعطيك لا الفورسز ماجنتيود والزوايا الفا وبيتا وجاما ويطلب منك انك تعبر عن الفورس اذا كارتيزيان فورم. ممكن كمان يعطيك الماجنتيود للفورس ويعطيك فاي وثيتا اذا بتتذكروا ويطلب منك تعبر عن الفورس اذا كارتيزيان فورم. وممكن شكل ثاني للاسئله او شكل اخر للاسئله انه يعطيك الماجنتيود للفورس ويعطيك بوزيشن فيكتور باتجاه اكس الونج ذا فورس وبالتالي تقدر تعبر عن الفورس اذا كارتيزيان فورم. لاحظ بهذا السؤال معطيك التو ماجنتيوز للفورسز لكن مش معطيك اياهم از كارتيزيان فورم وطالب منك الريزلتنت. الريزلتنت اذا انا بدي ارسم الريزلتنت كرسم متجهي اتوقع وين ممكن تكون بكمل الباراليلوجرام المكون من الاف اي سي والاف اي بي رح الاحظ انه الريزلتنت رح تكون هي عباره عن قطر المتوازي المكونة أضلاعه من هدول التو فورسز. فلو عملنا هون خط موازي لـ FAB وأخذنا خط موازي لـ FAC FR رح تكون سم فيكتور بهذا الشكل هاي الـ FR هاي كجمع متجهي أو بالرسم وين ممكن تكون FR فـFR رح تكون سم برضو فيكتور موجود في الـ Space أو الـ 3-Dimensional Space. أوكي فهلأ بداية المطلوب هو إيجاد المحصلة Express the resultant as a cartesian vector. طب انا كيف بدي احصل على resultant as a cartesian form وانا مش عارف الكارتيزيان فورم للفورسز؟ فاول شيء بدي اطلع الكارتيزيان فورم للفورسز فنبلش اول شيء بالفورس FAB. طبعا لاحظ انه النقاط A و B و C ك components rectangular components هي معروفه وهذا الشيء راح استفيد منه بالحل بايجاد البوزيشن فيكتورز وبالتالي ايجاد الكارتيزيان فورم لهدول الفورسز. فاول شيء نبلش بالنقطه A. هل نقدر نكتب الكومبوننتس الريكتانجولر كومبوننتس النقطه A مركب السينية الصادية الزينية؟ يس. واضح ان النقطه A هي واقعه تماما منطبقه على البوزيتيف سايد اوف ذا زي اكسس وبالتالي اكيد المركب السينية لها صفر والمركبه الصادية لها صفر بينما المركبه الزينية هو هذا الارتفاع اللي هو 4 متر هيو هذا الارتفاع رح يكون 4 متر بينما احداثيات النقطه B لاحظ النقطه B برضه منطبقه على البوزيتيف اكس اكسس وبالتالي هي لها مركبه سينيه فقط. هاي المركبه السينيه هي هذا الطول هذا الطول دائما عشان تاخذه بتطلع على الضلع او البعد اللي بيكون ان باراليل مع الاكسس. اوكي فهيو ان باراليل مع الاكسس معناته البعد السيني هو 4 متر معناته 4 والصادي صفر والزيني اكيد صفر بينما النقطه C لو بتطلع على النقطه C لاحظ لها بعدين اللي هي بعد ان باراليل مع الاكس وبعد ان باراليل مع الواي معناته السي لها بعدين ما لها ارتفاع ما لها زي وانما لها اكس ولها واي وبوث اوف ذيم ار بوزيتيف لانه هي موجوده في البوزيتيف اكس بوزيتيف واي بلين صفر. طيب نيجي لنكتب اف اي بي بما اني قادر اعرف البوزيشن فيكتور ار اي بي فبالتالي ببساطة الفورس هو اف اي بي عبارة عن الماجنتيود لإله في ار اي بي لأنها باتجاه من اي إلى باتجاه مهم يعني إذا كانت بالعكس بتاخذ ار بي اي لو كانت الفورس بهذا الشكل بنقول الفورس هي عبارة عن الماجنتيود في ار بي اي بينما الفورس إذا كانت للأسفل بنقول اف الفورس بتساوي الماجنتيود لاف في ار اي بي.
طيب على الماجنتيود ل R A B تمام. فهلا R A B as a Cartesian form زي ما قلنا هي عبارة عن R B ناقص R ال A وتساوي إحداثيات النقطة B ناقص إحداثيات النقطة A، يعني هي عبارة عن 4 ناقص الإحداث السيني ناقص الإحداث السيني في I زائد الإحداث الصادي ناقص الإحداث الصادي في J زائد الإحداث الزيني ناقص الإحداث الزيني في K. فبالتالي بيطلع عندي R A B هي 4 I زائد 0 J، طبعا ما في مركبة صادية، ناقص 4 K تمام. هذا position vector يعني اصلا بالمتر، اوكي position vector. طيب فهلا الفورس اذا اف اي بي ناخذها مباشره، هي عباره عن الماجنتيود اللي هي 100 نيوتن مضروبه في الار اي بي اللي 4 اي ناقص 4 كي على الماجنتيود اللي هو جذر 4 تربيع زائد سالب 4 تربيع تمام. هلا هذا الجواب توتال الكارتيزيان فورم اف اي بي رح تكون 70.7 من 10 اي ناقص 70.7 من 10 في كي، هاي طبعا النيوتن الوحده هي نيوتن، هاي اف اي بي تمام. هلا نروح للفورس الثانيه اف اي سي. اف اي سي هي الماجنتيود في اليونت في البوزيشن فيكتور ار اي سي على الماجنتيود لار اي سي. الماجنتيود لاف اي سي هي 120 نيوتن ضرب ار اي سي مباشرة، اذا ممكن نكتبها هي عبارة عن ار سي ناقص ار ال اي واللي هي بتساوي سي ناقص ال اي اللي هي 4 ناقص 0 في اي زائد 2 ناقص 0 في جي زائد 0 ناقص ال 4، انتبهوا للاتجاه دائما، في كي على الماجنتيود اللي هو جذر 4 تربيع زائد 2 تربيع زائد سالب 4 تربيع. اوكي تمام. فالجواب النهائي ل FAC رح يكون FAC رح تطلع 80 I وزائد 40 J ناقص 80 K طبعا نيوتن. هلا انا هون انا عرفت الكارتيزيان فورم ل FAC و FAB، لذلك انا قادر اطلع ال FR جمع متجهي عباره عن مجموع الفورسز هاي اللي هي FAB زائد FAC طبعا جمع متجهي، وهذا الحكي بيساوي 70.7 من 10 I ناقص 70.7 من 10 K زائد FAC اللي هي 80 I زائد 40 J ناقص 80 الكي. اوكي طيب لما اجمع نجمع المركبات السينيه سوا، المركبات الصاديه سوا، المركبات الزنيه مع بعض، اوكي بيطلع 151 اي زائد 40 جي ناقص 151 كي. اوكي هاي وحدتها بالنيوتن، هاي اف ار. هلا اذا طلب منك، ما بعرف اذا السؤال السؤال طلب بس الريزلتنت اكسبريس الريزلتنت از ا كارتيزيان فيكتور، لكن انا اذا طلبت منك تحصل على الماجنتيود والدايركشن لاف الار، هل انت بتقدر تحصلهم؟ يس. الماجنتيود لاف الار هي عباره عن جذر المركبه السينيه تربيع اف ار اكس تربيع اللي هي 151 تربيع زائد 40 تربيع زائد سالب 151 تربيع. واذا طلب منك الزوايا الدايركشن الكوردينيت دايركشن انجلز، لانه لها ثلاث زوايا لانها موجوده في السبيس، فانا عندي الفا وبيتا وجاما، بدي احصل على اليونت فيكتور باتجاهها يو اللي هو عباره عن اف الار على الماجنتيود لاف الار اللي هو اصلا عباره عن اليونت فيكتور اللي طلعناه نفس اليونت فيكتور ل ار اي مثلا. طبعا لا احنا طلعنا لكل فورس لحال، بينما هذا اليونت فيكتور للريزلتنت فورس كيف ممكن اطلعها؟ بدي اخذ اف ار واقسمها على الماجنتيود ل اف ار اللي هي بتساوي كوساين الفا في اي زائد كوساين بيتا في جي زائد كوساين جاما في كي، وبعدين اخذ كوساين انفرس لكل وحده. طبعا كوساين الفا رح تكون هي عباره عن اف ار اكس على اف ار، اوكي وكوساين بيتا هي اف ار واي على اف ار، وكذلك الامر لكوساين جاما هي عباره عن اف ار زي على اف ار.
واضح؟ وبنوجد الزوايا.